أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسور دوادة ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمس بديس وقلي سوغلبة حساسي أي نصو سعر فضلاً نلاتشوك حق حساسي حكومة الروبلة أو كهذا شي وارر كي لفتا قرين إيا الصوب تكلفتي قرقور إيا حلبان عرس أو قاري مقالة بايدة بسي حلوغو حلو دقال كود دحايا الروبلة إيا لفتا قرين وزير كحجينك وزارة ورفاف انت حكومة دا صوماليا عبد الرحمن شيق يوسف العدالة اياسي ادك اوغا هدلي ويرركي او شلي مدح ويناكو فرقل بيدا عبد عسيس لفتا قارين او كو قادي رئيس الوزارة روبلي كاسي او كو شيقي انسي قار راهي اللوغو بيكسان ايو ارمها دورشو ينكا قرنكا العدالة ياوغو هرينتي بينيي ان رئيس الوزارة او فرقليي قديدا دورشا دا ايو انسي قار راهي او اوبرت الماميسة دي شخصيات كا كو فرنية افرت كورسي اي لحيري وحاو شيقي ان روبلي شقدي ستهي سعود سينتا دورشادا وحكاليه اي لغو تلمامي كرو فرقلين او قاضي رئيس الوزارة اي تهي ان او قاضو وحكاليه اي لغو هرتاقيو فرقلين ندا رونتا اي ان قدقا لكا لقيبيو عرقالدين تلغت نح ابورو تلابوين كاسين هدي اي ماذان واكو قسبن يهي رئيس الوزارة ان او تلابوين قاضو سيدو كلا وحا او كرد واجي ان مدحوين اللفتا قرين اي عرادة كتن بداتاي اينا او عذر دارن ايان ما دام عليسو بدن اي عذاب صحر له لساري تاسي او سيد اللفهم سيا هاي اوغو ايماني سردن كايفي لصوماليا مدحوين اللفتا قرين اي شالي روبلكو اذيي انو اسبارو ديكتاي كوفر قلبيت شروضا لغو حرين اي كمديهين ان شخصياد او وطول لغت ديغو حلبانو تاسي درادد لو هرتاقن يا هاي كواسي شرعي اهلوسو دورتاي سيدو هادل كو ديغي العدالة ايا ايدي ماسيك الليحي رئيس الوزارة روبلة إساقو شيغي ان قرارك ايا قوانا دا عدد قاريسا اي تهي قدية دا دورشا دا او قوانا دو دا كساليسا نهب راعي دا دورشا دا كو الله حنبي ايو كو الله فصحينا ايسكو مديهين ما داما قدية او لبداسي قوان قاري سيداس ان لور راعنا اي هبون تهي ايو يري او دنبينتي وحا او رجوان اكسن كموجي ان عبد عسيس لفتا قارين تبشدي صلاح لين دون الرئيس الوزارة او ديار او يهي إساقا او شيغي إن هذالك كسو بحي لفتا قري اي لا يابين شعبك صوماليات او نرجين ايو إن عرادة كدكتو او دي تيني مدي سنة او كسو نقضو سيكا سباها اهاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبل ايو نكتا ديقا او دري إسلاماركاسنا وحا او شيغي حتى فيسبوك اي قدقا اسيقا ايا قعانتكو ايا إسلاماركاسنا وحوال بسو قرا ايو يري دينا عكال وفتي حلبانو علوس ايا مدحوين احمد عبد الكاري قورقور اياو استاقي سيدي حلوغو حلي لها عقبضها دورشادا كوهر قدبان ايا سيدي لو حلين لها تباشادا مامولك كوفر قلبيت ايا وحا او قاري مقالدو بايدابو وفتي قاني ايا وحا كميد هاي حلبانو ميسان كردح له سياسة دا وحانا كميد هاي حلبان عبدالله اسم بلولشي داك دير مهد سلاد ايا مهد عبدالله عود وجيدة دا سفر كحلبانا دا ايا قورقور ايا لحريرتا عباشو إيا إذين دوان أو جيدية مدحوين كوفر قلبيد عبد عسيس لفتا قرين وحا أونا إيدو جيدية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وجيد كسفر كحلبانا دا إيا قورقور أيا لحرير تو عباشو إيا إذين دوان أو جيدية مدحوين كوفر قلبيد عبد عسيس لفتا قرين أو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كو إيدي إنو إسبارو ديكتاي مامولك كوفر قلبيد سيو أسو سارتو حلبانا جيب كوغو جراسيقا لفتا قرين او سي عرالله او لحظلي رئيس الوزارة محمد حسين روبل ايا وحا سي وين اوغو حماضي قيبها بلشادة كدب مركي او افلقات ديي بايش رئيس الوزارة اونا الرغي ارنتا مدى قابيل هذا الكاسي ايا وحا دربدي بكا جوابي وزير كوحيقين كورفا فنتا عبد الرحمن يوسف العدالة او كتل مامي هذا الك لفتا قرين مد كتنا الشي علي سياسة ديت او لساري مدحوين اللفتا قرين او ولجيدو ان في الصومالية اي عكتا اسارتي وفدقة قرقور إيا حلبانا دا أيا سيدو كلا مدحوينا كوفر قلبيت كلا حدلي دونو عقبضها إيا ديب ورنا عدورا شادا أولا فيلي يي إن حلقاسي لسو قبقبيو حلبانا دا كسو جيدا مامولك كوفر قلبيت أيا عليس لغو ساري إن إيسان إس ديوان قلين إسلام مركاسينا إيسان قادن أخونسيقا حلباني مو إيا دو مامولك إيا عبد عسيس لفتا قرين أي كعريسان يهين كراستا قدقة دورا شوين كأي حيرين كواسي او لغو شيغي إني سنسو مرين هبراعي إيا شروضي دورو شوينكا سيكستواها آتي عاو هالكاسي أي كوهو ينيان حلبانا دا إيا قورقور حسا آتي لما اوغا وحاكا صوبيح دونو دينا عكال دولت قبليتك جبلان وحي سو دوينيسا قوان كي مزيريغا آها اي حكومة دا فدرالكا يا صوماليا اي كا قارتي دنجريهي هورا اي ميدوغا أفريكا فرانسيسكو مديرا او دالكا لغا عيرياي كدب ماركي او كو حد قدبي ارمها قداها اي دالكينا تاس او حد قدب كو احير كا عالميغا هي دبلوماسيات دا كان بحسن
shaqadii loo igmaday inta uu madaxda ka ahaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Madeira waxa uu si dulalnimo ah ugu dhex shaqeynayay siyaasada gudaha iyo dalkeena isagoo ku milmay xarig jidka siyaasadeedka ee ka dhaxeeya dadka Soomaaliyeed sidoo kale Francisco Madeira waxa uu qayb ka ahaa duulankii qawana ee madaxweynaha xiligii soo dhamaaday oo ku soo qaaday Jubaland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xubnaha ku jira liiska cunaqabateynta ee Mareykanka oo la helay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxay ragga cunaqabateynta la saaray ayaa si hor dhacay loo ogaaday iyadoo lagu siisiqayo inuu dalka yeesho gole baarlamaan oo cusub kadibna uu doorto madaxweynaha dalka hoggaamin lahaa 4 sano ee soo socota ayaa waxaa jira kooxo lagu eedeynayo inay caqabad joogto ah ku yihiin geedi socodka iyo gabagabeynta howlaha doorashooyinka qaranka horey waxaa u maqleynay inay jiraan xubno ay dowladda Mareykanka saartay cunaqabateyn balse aysan shaacin liiska iyo magacyada kuwaasi oo ay la sugayaan 14 Abriil 2022 taas oo ah muddada uu qabtay guddiga doorashada heer federaal ujeeddada ayaa ah inay halkaasi ka soo baxaan shakhsiyaadka xagaldaacinaya doorashada oo si toos ah liiska loo shaaciyo laguna daro cid kasta oo gudan weysay waajibka ka saaran dhammaystirka doorashooyinka haddaba calansida media ayaa ogaatay qaar ka mid ah liiska xubnahaasi oo dhowaan soo bixi doona waxaana ka mid ahi dadka ku jira liiska cunaqabateynta kow waxaa ugu horreeya dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir laba dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo saddex maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan afar axmed cabdikaari qoorqoor shan cabdicasiis xasan maxamed laftagareen haddaba waa maxay cawaaqibka ay arrintani ku yeelanayso shakhsiyaadkani taas oo ka dhalanaysa tallaabada lagu xanibayo kow in qofka la saaray cunaqabateynta uusan dhadhaqaaq badan oo safaro ahi uusan samayn karin laba in waddamo badan ay Mareykanka ku daydaan oo ay fiisaha u diidaan iyagana saaraan cunaqabateyn saddex in deganaashaha dalal badan loo diido afar in shirkadaha dayuuradaha badankooda ay diidaan inay qofkaasi qaadaan sidoo kale hay-adaha dhaqaalaha diidaan inay la macaamilaan shan in hantidiisa laga xanibo oo uusan isticmaali karin kooxdan ayaa hadda u muuqda kuwa wajihi doona caqabado badan inta ay saaran tahay cunaqabateynta waxay fududaynaysaa in dalka aysan ka bixin oo lagu maxkamadeeyo dembiyadii ay galeen kuwaasi oo keeni kara xabsiyo dhaadheer waxaa kale oo ay raad weyn ku yeelanaysaa dad badan oo dembiyadaasi la galay amaba fududeeyey oo ay tilmaami doonaan marka maxkamad la hor keeno si kastaba ha ahaatee 14 bisha Abriil inta aan la gaarin ayaa la ogaaday inay caqabad xooggan ku yihiin lafta gareen dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo dilaaga qusla si kastaba ha ahaatee wixii la sugaabo waa 14 bishaani Abriil dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka